بدي اقرا على اوكي اليوم اليوم عم نحكي عن جلوريوزا مارك جلوريوزا هيدي اللي حدنا مزبوط زهرتها كثير حلوه كنا عم نحكي عن غير موضوع كليا قبل ما بلشنا مشان هيك راحت من راسي كليا شو ميزاتها هالبلانت مارك اول شيء انه هي اول مره بتكون معنا بالاستوديو بالفعل صح مزبوط هلا هي بلانت كثير حلوه حلوه كثير اكثر شيء بميزها انه هي بركه تنصدم بالمعلومه هي بالب يعني مثل التوليب مثل الليليوم بس الوحده من كثير البالبز اللي هن بيقدروا يعربشوا يعني هي عربيشه بس نفس الوقت بيولب يعني بالاخر ما رح تضل هيك رح يروحوا كل اوراق كل زهور بتصير تحت الارض فكل سنه هلا بعد شوي بنفرجي في البصله بنرجع نشيلها بنرجع نهتم فيها بنرجع نزرعها سو هلا لما نطلع عليها مبرومه برم مزبوط هي بس حتى ما عربشه نحن برمينا هيك هي عاده بتعربش يعني. مزبوط هي عاده بس الواحد اذا اشتريها مفروض يشيلها من البو هلا هن هي عاده بينصحوا تبقى شوي اكثر بالبو ما تروح على الارض لانه بدنا نقدر كل سنه نشيل البصله ونعرف وينها وهيك يعني فينا نكبر البو اكيد لانه كل سنه بصير يكبر تكبر شوي البصله اكثر بصير ترجع اقوى بس مثل ما يعني هي منا من النباتات يلي نحن بنزرعهم مثلا عربش مدر قدر هي مترين ثلاثه والحلو انه مسيحه صغيره مزبوط وحلو انه بتبلش تزهر هلا وما بتوقف تقريبا اربع خمس اشهر اذا عرفنا نهتم فيها وهي نبته للساحل كمان مش للجبل هلا خلينا نتعرف عليها عنا كثير صور نشوف اساميها وبعدين بنحكي كيف نهتم فيها وتقول انه كمان اذا بقى لنا وقت رح نحكي عن نبته ثانيه قدامك يلي هي اسم الفورجيت مي نوت كثير معروفه يلي كمان اول مره بتجي معنا على الاستوديو عاده كنا نحكي عنهم وقتها نحكي عن نباتات مثلا جينوسيد ارمينيا او حتى نباتات الحب يعني بس ولا مره حكينا عنها كعنايه فيها رح بلش نحن بالجلوريوزا يلي بسموها كمان بالفرنساوي ليس جرامبون يعني كانه هي الليليوم اللي بعربش يعني او جلوريوز يعني الاسم تبع قد ما حلوه وجلوريوز يعني الاسم اسم بفرجي عن جد قد هي هلا رح نفرجي كذا صوره عن زهرتها قد حلوه وهيك هلا هي جايه من تروبيكال فورست بيكون اجمالا بافريقيا او بالهند هونيك هيد هي المناطق اللي هي جايه منها ورح بهالصوره عم نشوف انه ما في بس اللون اللي انا معيه هون يعني الالوان مزبوط في منهم حتى كومبليتلي يلو يعني هلا بعد شوي بيقطع صور وكثير بتفرق اذا ملاحظه حتى الزهره كيف مثلا مرقطه وهيك يعني اذا ليس ففي كثير انواع منهم يعني وكثير كثير بوبولر لانها كثير حلوه يعني الزهره اذا بيقدروا المشاهدين يشوفوا قد هي حلوه الزهره كثير حلوه وكل شيء فيها حلو يعني حتى هلا الحلو هون اللي عندنا بالاستوديو انه نفس النبته بس كل زهره مفتحة بمرحله مختلفه 100% هلا هذا الحلو يعني وفي منهم بدهم يفتحوا اذا عم انتبهوا كمان مثل فوق هيك عندك ففي وحده كمان اكبر حد الزهره هون اللي هيدي على الاخر صارت هيدي صارت على الاخر في هون وحده اذا بتنتبهي لها هيدي ايه بس اللي حدها هيدي بدها تفتح يعني هلا اذا بيقدروا كمان يفرجونا اياها هون هيدي بدها تفتح وهيدي مفتحه هيك كثير حلوه وحلوه حتى اذا ملاحظه الزهره منا انه كلها فرد لون حتى البولنز والستيغمات تبعها ملونين شو مبينين ايه هيدا الحلو فيها هي بتحطهم هيك بقوه يعني كرمال البولينيترز يجوا عندها وهيك يعني هلا هيدي شو بتتكتر بسهوله هيدي؟ بتتكتر بسهولة عربيشه العربيشات يعني هن نباتات كثير قوية لانه تعلموا بالتروبيكال فورست انه يكونوا على الارض وياخذوا شجر اكبر منهم للضوء عنهم وهيك فهن لازم يعرفوا عليهم في شغله كمان انتبهت انه عاده العربيشه بيكونوا هولي مش بالورقه مش وقت. بالورقه مزبوط حسب العربيشات حسب العربيشات مزبوط هيدي الورقه طرفها هيك صح هول اسمهم ليفري هول يلي بخلوا النبته تعربش على اساس بيلقطوا مزبوط هي عاده يهون بالورقه يعني لانه طرف الورقه صح هيدي كمان وحده من القصص الحلوه بعدين حتى هالشيء اللي عم تحكي عنه بيعطي جمال على النبته حلوه كثير 100% بالفعل هلا كمان لنعرف شغله كنا عم نقولها انه هي بصله سو بعد شوي رح نفسر كيف نهتم فيها لانها بصله بتعيش اذا فيها حتى اندور بلانت برياحه بس اكيد بمطرح في ضوء كثير وبرا اذا بدنا نحطها كمان بتزبط كثير منيح بس مش بالجبل يعني هي نبته للساحل بلبنان والزهرة كثير حلوة مثل ما بينا هلا مثل اسمها يعني هي بترمز اكيد يعني هي بترمز للشرف بترمز كمان للجلوار يعني مش عم تطلع الكلمة بالعربي هيدي الفكرة تبع يعني النبتة عشان هيك عادة يعني المجد والشرف وهيك يعني هيدي النبتة بتشبه هيدي الشغلة بعدين تنقول انه هون كمان لازم نعرف شغلة انه هي كذا بلد حاطينها على التامر عندهم
فقد ما نحن رح فرجيك انا نقيت بس اثنين تمرانه كونغو وحطيت كمان من كاميرون بس مثلا بزيمبابوي هي نبته كثير مهمه وبسبب السامبول تبعها يعني هي للمجد والشرف والكرامه هي الانتروت يعني بنلاقيها عندهم بالطبيعه موجوده مزبوط بالتروبيكال فورست موجوده هلا اذا بنفرجي الصوره بتشوفي انه كذا بلد بحطوا على التامبر عندهم الجلوريوزا مش بس هول يعني في امريكا في كذا بلد انا نقيت بس هول البلدين هلا هون لازم نعرفه انه هي نبته جدا سامه فلازم ننتبه يعني هي فيها ماده اسمها كولشيسين معروفه كثير للي بيشتغلوا بالجامعات او ريسيرش هيدا الماده هي بتوقف السيلولات يعني فهي فيها كولشيسين اكثر من الكولشيك النبته السامه جدا فنبته سامه مش يعني لازم ننتبه اولاد حيوانات مثل ما دائما بنقول مش انه لازم كثير نبانيك يعني لانه واحد لازم ياكل كميات كبيره ليصير شيء بس انه واحد بينتبه من حيوانات من الاولاد اكيد يعني اذا اكلوها ما راح يحب يعني ما هي نبتة حلوة بس انه هيدا الشغله لازم ننتبه لها انت بتقول شغله مارك انه هي فيها تنحط كاندور بلانت مزبوط. ولكن يكون في شمس ضوء كافي اذا حطيناها جوا يعني لازم تكون صوب الحيط تقدر تعرفش او عشو بدنا نلاقيها بنحط لها سوبر هلا رح يقطع كم صوره نحن بدنا نحط لها سوبر اكيد لانه شوف الصوره هلا رح نحطها قد هي فيها تكبر خاصه اذا كبرنا البو فاي اكيد لازم نحط لها مثل تراليز او شيء سوبر لتقدر تعربش عليهم رح احط صورتين تشوفي كمان كيف فيها تعربش هون عم نشوفها كيف توصل بسرعه وهون ليك يعني اذا حاطين لها فانز وراها برا وهيك كيف تعمل فهيدي شغله لازم نعرفها هي عاليه وعبيه وبتزهر كثير يعني بتقدر اوقات حسب البلدان يعني تزهر كذا فتره بس 3 4 اشهر فيها تزهر حتى لاكتوبر يعني هيدي الفكره تبعها هي واحده من النباتات اللي بنحطها كثير بباسيو جوا اذا عندنا مثلا بين البيت عندنا مثل مطرح ما بيوصل ضوء من كل الميلات اوكي فبتزبط لانه ما بدها هالضوء كثير كبير لتقدر تزهر يعني وكيف بدها مي ما بدها مي هلا هي تمرض مثل هلا البالبز اجمالا منهم النباتات اللي بدهم كثير مي لانه في كثير غذاء بقلب البلب بس انه بدها مره بالجمعه نسقيها اكيد ما عندها مشكله انه تنشف الارض تبعها اوكي بعدين قصة انه تمرض كمان مش كثير يعني واحد لازم ينتبه وقت بيجي على اليمن او هيك بس حسب يعني منا من النباتات اللي بيمرضوا كثير يعني بتخسر اوراقه؟ ايه هون هلا بالاخر بده يضل في ولا ورقه يعني هي كثير بتقطع بهيك فتره اكيد يعني هلا شايفينها كثير حلوه وخضراء وهيك بعدين بدهم يبلشوا كل الزهور يروحوا كل الورق يروح وبعدين بطل في شيء هلا بعد شوي رح فرجي الصور على الموضوع بضل في ماشي العرق ولا شيء حتى العرق بيروح حتى يعني العرق فعشان هيك نحن لازم نشيل البصله ونرجع نحطها نضبها مثل ما بنعمل بالتوليب بالليليوم نضبها بكاف او بمطرح شي عتمة ونرجع باول ربيع بنرجع نزرعها بالتيرو بترجع النبته من البصله ذاتها هلا رح احط لك صور بعد شوي سنفرجي هيك كيف كمان فيها نزرع هلا الصوره نحطها هون ببويت مبينه او حتى هون مبينين كيف بتنحط يعني ليه مش بالارض لانه بدنا نرجع بتقول لك ننبش مزبوط هلا هيدا النوع الثاني الزهره كيف اكيد بتصير بعد الزهره على الاخر وهيدا لازم نبقى نشيل البصلات اكيد يعني هون عم نشوف زهره ثانيه يعني كمان كيف بين زهره حلوه وكنت عم بقول لك كمان انه فيها نزرع ببو فيها نكبر البو هول القصص كمان كثير معروفين هلا شغله بس قبل ما نحكي عن البصله انه هي واحده من البلانتات اللي كثير مشهوره بالبوكيت يعني والله. الفلوريست بيطلبوا جلوريوزا بتجي من برا بزرعون او مثلا ليكون لانه الشائر اللي بتعطيه مع الزهره بس بتهدي يعني بتهدي لانه بتنقص يعني عرفت تيجي مع الورق وبينحطوا فاذا شفت قد ايه كانت حلوه الصوره يعني كثير حلوه مشهوره كثير بهيدا الشغله هلا تنحكي عن البصله يعني هي شغله كثير مهم نحكي عنها وكيف نكترها للنبته هلا تحت في عنا بصل مثل هول يعني هن مسميهم تيوبرز او يعني مبينين هول حنا تحت الارض هلا لازم اذا بتشوفها هون مبينه شوي انه هيدا البصله في مبينين تبع هي السنه اللي قبلها والسنه اللي بعدها هون محطوطين هي تبع هيدا السنه أوكي. فلما يخلصوا كل الورق كل التيج بدنا نشيله بنشيل البصله من التراب بعدين بنحطها بمثلا باك يكون في كيس ورق مثلا ومنضبه لازم ما يكون في كثير رطوبه انه مشان ما ترجع تفرخ يعني ومحطوطه بالعتم لهي تفكر انه هلا انه الشتاء ونايمه وهيك يعني بعدين قد وقتها تقريبا شهرين بدها بعدين فيها نحطها جمعه بالبراد لانه بتساعد انه هي بتفكر كمان انه اجت ثلج هي هي الفكره دائما بنجرب نقلد نقلد البيئه يعني 100% ساعات ساقعه معينه ونرجع نزرعها لما نرجع نزرعها عادة بالتربة لازم نحط صمد عضوي تيكون التربة كمان فيها غذاء هون المشاكل بتصير انه ليه ما لازم نقص الورق وهيك لانه
البصله تبع هيدا النبته هي الغذاء يلي رح خليها ترجع تفرخ بعدين. نعم. النبته عندها شغله كثير حلوه كل البصل بيعملوهن، انه هن عم تعمل هالداي باك، يعني هي عم تموت من فوق لتحت، بتكون عم ترجع تبعت كل الغذاء اللي هي مش عايزته على البصله، ترى هي يكون فيها غذاء لترجع بعدين. مشان هيك عاده الكيماوي بنحطه بفيد للسنه الجايه، والبصله لازم يكون فيها هيدا اللي بتصير الاغلاط يعني اجمالا تما ترجع البصله تفرخ. وفي اغلاط ثانيه بتصير اذا حطيناها بمطرح مش منيح وعملت بنسميها بوليتور جريز او عفن رماده. فهيدا البصله ما لازم يكون فيها اكيد. فنحن لما الزهره تبلش تقشط ما لازم نقتلها، ما لازم نشحن ابدا، لازم كثير طبيعي على طبيعتها، الا اذا في مرض. يعني مشان هيك لازم نطلع اذا مدبقه الورقه، اذا في حشرات مخبايه، هذا بيكون شيء ثاني. بس انه اون جنرال الزهور بدهم يقشطوا كلهم، حتى الورق كله بده يبس وبدها ما يبقى شيء من هيدا النبته. هلا في طريقه ثانيه نكترها رح فرجي كمان الصوره، هو انه مش ما بتثبت دائما 100%، بس اذا كان مناخ منيح وكل شيء مناسب فبتقدر بعدين هالزهره تعطي هالفواكه اللي بقلبوا فيها البذر. هلا هيدا ساعتها بنشيل نحن بذره ومنكترها، ما بنكترها بقى من البصلة. بس هون بدنا ننتبه لأنه إجمالاً كل شيء منكتره من البذر بيرجع بيطول ليزهر، يعني يمكن تاخد سنتين ثلاثة وما تزهر. كذا موسم. بينما من البصلة بتزهر أسرع، ولما نحن بنرجع بنزرع من البذر بيكون عم ندخل الكوتيل جيني، يعني الجينيتيك عم تدخل، مش ضروري تطلع زيت الزهرة ولا شيء، بينما من البصلة بتطلع اكزاكتلي مثل كيف كانت أمه. أوكي. هلا حالياً الموجودة هون حدي قد ايه بدها وقت تكون خسرت كل الزهور؟ مش قبل اربع اشهر. هلا يعني هلا اذا انت بتاخذيها بتهتمي فيها بتضلها فيها تضل مزهره عندك حتى لسبتمبر اكتوبر حسب ال... واو. فاذا كيف اذا بتقدر تعتني فيها وتهتمي فيها وكل هيدي الاشياء. من بعدها بدها لما يروحوا كل الورق وكل الزهور بيرجع بصير فينا نحكي كل شيء عملناه قبل. حلو. بدك ننتقل للفورجيت مي نوت؟ يلا ننتقل للفورجيت مي نوت يلي هلا عادة انت كنا بنحكي انا وياك قبل، لما بتشوف الصورة بتقولي اوف شو كبيرة الزهرة. انا استغربت لما شفت انه قد ايه صغيرة الزهرة. 100%، إذا بتشوف اللي معنا بالاستوديو الزهرة أنجأ بدنا نلوك لنشوفها. 100%. أول شيء لازم نعرفه إنه هول البلانتات موجودين عندنا بلبنان بالطبيعة. اوكي بس نحن ما بنطلع كثير وهيك. فكثير مطارح خاصه بالجبال تكون ماشيه بين الصخور بتشوفيها الميزوتيس، يعني هيدا النبته كثير حلوه، هي كثير اليجانت يعني، بس اكيد ما لازم نستنظر انه تزهر زهور كبيره، بس بتزهر كثير بس زهور صغيره. أوكي. وهي نبته كثير وستيك حساسه يعني لا هي هلا اكيد الفرايتيز حسب في كثير انواع، بس هول الاجمال عم بينباعوا بالمحلات وبالمشاتل هن قوايا، يعني حتى بيقدروا يعيشوا تحت الثلج. شو اي مناخ بنسبها هي؟ بلبنان كل المناخ بنسبها على شرط تكون برا. يعني منا هلا اكيد فينا نتركها جمعه جمعتين شهر ماكسيموم جوا، بس بعدين لازم ترجع تنزرع بجنينه، هي بتنزرع هيك على الارض بين صخور مصيف يعني. بدها شمس؟ بدها فول سن. فول سن. ما بنقدر كمان نحطها حد شجر ثانيين شتل ثانيين لانه ما فيها تعمل كومبيتيسيون معهم، هي صغيره. أوكي. يعني اذا مشان هيك لازم نعرف نحطها بتقلع 100%. يعني مش يعني اذا زرعتيها حد قصص كبروا عليها بياخذوا النور بياخذوا كل هالقصص منها. هلا كمان نتعرف شوي عليها غير العنايه فيها، هي اسمها ميوزوتيس، يعني لانه في كثير بشبهوا اجمالا الفورم الورقه تبعها مثل الدينه تبع الفاره، فمشان هيك يعني اجمالا بنسميها ميوزوتيس. هلا رح فرجي كمان كيف فينا نعملها، هون طلع بالصوره كيف واحد بيعمل كمان بوكيه. اوف مزهره منيح. مزهره منيح هون. وفي كثير اخبار حلوين طلع بالي انه نجرب نقطع شي اثنين منهم. يلا. عن هيدا النبته. اول وحده ليش اسمها فورجيت مي نوت؟ سو هيدا اللي بخلي انه في كثير ناس حتى بلبنان، انا بتنصدمي قد ايه في ناس بيسالوني وين في يروح يجيب فورجيت مي نوت؟ لانه عاده ما كثير بنشوفها، يعني بنروحوا على الطبيعه ليجيبوها. بس هي اسمها عم مسمى؟ هي هي الفكره. هلا بركي هي الاستوار الاساسيه شويه يعني حزينه. بس انه راح نخبرها. بيقولوا هلا في كل واحد بجرب يقول انه البلقه صارت عنده، بس اجمالا بيقولوا بالنمسا كان في فارس ماشي ولابس كل ارميور تبعه حديد وهيك، وحده ومرته عم بيتمشوا وهو تفركش. تفركش وقلب على النهر، هو عم بيموت يعني عم بيقلب. أوف. لحق يشيل زهره ويكب لها اياها وقلها ما تنسينا. سو هيدي الفكره تبع بطل. فمشان هيك الاسم ذاته يعني انا ما بعرف فورجيت مي نوت، بس اليوم نحن
منقدم هيدا الشيء بهال لما ننسى بهالنيه 100% يعني اول شغله لما تنسينا يعني صح اول شغله مثلا لما حدا يسافر بيعطيها لانه ما تنسينا في كمان مش بس هيك كثير سوسيتي لهم علاقه بالامراض مثلا الزهايمر صارت هي السامبول تبعهم فنحن ما ننسى هالاشخاص كمان هون عم نحكي عن النسيان انا نسيان 100% كمان هي واحده من نباتات فالنتاين لانه انت فيك تكون عم تقولي ما تنسينا بطريقه حلوه يعني مزبوط. مشان هيك كمان على فالنتاين كمان يعني هي مستعمله وخاصه من فتره مش هيك في الذكرى المئويه للجنوسيد ارمينيا مزبوط. وهي حتى الصوره هلا بنشوفها بس هن مكبرينها اكيد يعني أكيد. هي كانت كمان هيدي النبته اللي نقوها للسامبول تبعهم مزبوط نشتن وهي ان فات منا موف يعني هي لا زرقاء شوي زرقاء بلوتو زرقاء بس اذا بتطلع بالبو ملونينه شوي هيك عموف يعني فيها حسب رفلي الشمس حسب رفلي الشمس دائما حجمها هيك صغير هي بتكبر شوي اكثر يعني شوفي هون هيدي الصوره وبتزهر أوكي. بس انه مش بتعلى وبتكبر أوكي. يعني هي خلينا ناخذ اتصال الو الو بونجور اهلا وسهلا يعطيك العافيه ميرسي مين معنا بدي اسال مسيو مارك عن قضيب الاوركيدي وي قصيته انا بس يبست الزهره وحطيته بالماء وعم بيعمل بورجون هيدا شو بتركه بالماء او فيني ازرعه ما فيك تزرعي لانه الامب فلورال تبع الاوركيدي لما نكون قصيناها يعني هي ما فيها خلص ما رح ترجع تفرخ يعني لا ما رح ترجع تفرخ كانت بتتركها بالماء معقوله اذا كان في زهره بعد ما قلت تفتح او شيء بس هي يعني بتنبسط فيها مثل ما هي حاليا بالماء مزبوط لانه الامب فلورال يعني الاوركيدز كلهم اون جنرال يلي هن عاده الفالينوبسس يعني هي الاوركيد اللي دائما بيسالوني عنها هول الاوركيدي جايين بطريقه معمولين لما نقدر نكترهم اصلا من بذر وهيك فالطريقه الوحيده كنا ان نكتر الاوركيدي نحن كذا مره فرجينا الصوره ما معي وقت كنت فرجيهم هو انه هالعرق ما نقصه اذا ما قصيناه عندنا امل لحد ال 50% انه من فوق على الزهره يطلع شيء بنسميه كيكي يلي هن اوركيدز بيطلعوا بالجو فوق يعني بنتركها شهر شهرين ثلاثه ليطلع شلوش بنقدر ساعتها نقصهم ونحطهم بس صعبه تقدر ترجع تفرخ بس من التيج اذا قصتها وكنت حطيتها بفاز مع مي سوفيا تنبسط فيها مثل ما هي حاليا 100% بالمي 100% حلو بعد في شيء بدنا نقوله عن الفورجيت مي نوت مارك لا بدنا عندنا كم سؤال اجونا على فيسبوك اوكي سو رح نجاوب عنهم يلا اول سؤال وحط الصوره هون مبينه دائما هذا السؤال بيجي فطر مزبوط طلع فطر بالشتل شو معناته شو لازم نعمل واذا لازم نعطي الهام واذا توكسيك وكل هول هلا الفطر اجمالا ما لازم ناكلهم يعني لانه بدنا مع انه شكلهم حلو يعني بدنا خبير فطريات يقلنا اذا لازم ناكلهم او لا فاجمالا الشكل واللون وهذا يعني ما بدل على شيء لانه لازم ناخذ السبور ونطلعهم على الميكروسكوب لنعرف اول شغله ما ناكلهم اكيد ما ناخذ الريسك هي اول شغله ثاني شغله نقبعهم هلا فينا هن ما بيعيشوا كثير يعني الفطر اللي نحن هلا عم نشوفها نحن بنسميهم فطر هن منهم الفطر يعني هن سبوروفور يلي معناتها اذا بدي كان كيف التفاحه بتاعت التفاح بفتره هون في شيء عايش تحت الارض مثل شلش ابيض اسمه مايسيليوم بفتره صغيره بيعطي هوله اوكي وبعدين بيختفوا هلا هي نتيجه الفطر مزبوط بس نتيجه شو عم بتقلنا هون الشغله انه في رطوبه عاليه كل ما مزبوط لانه هلا الفطر وين ما كان موجود يعني موجود هون على الطاوله حدنا على الشتل علينا على قميصتي وين ما كان هلا بفرخه لما يكون في مليو فافورابل انه نفرخه هالمليو اجمالا هو حسب الرطوبه سو في رطوبه عاليه في رطوبه عاليه هذه كل الفكره سو عم بتقلنا هلا نشفها اكيد يعني منيح مثلا نعمل هيك يعني خلينا شوي تنشف اكثر ليموتوا لحسته مش بحاجه نشيلهم او ما بيأثر اذا شلناهم او تركناهم وبالعكس حتى اوقات انواع من الفطر بيساعدوا النبته اوكي هول بنسميهم الفطر الميكوليزيان يعني هن بيساعدوا النبته انه تسحب مي اكثر وكل شيء بس هلا لازم ننتبه اذا في هالفطريات اوقات وفي امراض فوق على الورق او هيك بيكون بسبب كثره المي فاجمالا اول شيء لازم نعملها اذا كانت النبته مزروعه بكشبو ننتبه انه ما يكون في مي من تحت هذا شغل كثير مهم اذا او ننتبه اذا بيبو مزروع اذا البو منه مفخوط منيح من تحت او هذا البو مثلا ما في درينج يعني مثلا عم بيعبي لانه مثلا مزروع كله من تراب ارجيل او هيك فبكون في هذا المشكل او بعد في شغله فينا نروح نعملها نتاكد انه نحن ما بنفتح بالمره الشباك لانه كمان لازم نفتح الشباك ليفوت الهواء فهو بيكون عم بدل على مشكل رطوبه اوقات كثرتها ثلاث اربع وقت وبفرخوا هالشامبينيون بكون ما انه رطوبه اوقات النباتات بحبوها بس بتكون دليل على
فترة زيادة. هلا مش ضروري تكون النبتة عم تتأذى، مشان هيك لازم نشوف في الورق نفهم كيف عم هي عم جرب تحكينا بأي طريقة تتقلنا أكيد شو عم بيصير. وإذا بالأرض هول شفناهم؟ هلا هون كمان بدنا ننتبه جنينتنا يعني بدنا ننتبه انه كمان بنكون اجمالا بيجي كثير على الغازون بيجي على نباتات زيت السبب بنكون عم نسقي كثير زياده عن زوم بس انه ما لازم نبانيك يعني انه الفطر هو دليل انه في رطوبه اشاره يعني. هيدي مزبوط هلا في بعض الفطريات بيكونوا امراض للنبته مشان هيك كمان لازم نسال يعني بس هو اللي شفناهم يعني منه كثير لازم هي قصه رطوبه عاليه مش اكثر من هلا افرجيك كمان سؤال مساب جاي دليل على رطوبه الواطيه يعني هلا هون بالعكس درسينا كثير هيك بنشوفهم او حتى كثير اوقات من البالمز بنصير نشوف فيهم ورق سود كثير او منشفين هيك لازم نرجع نتذكر انه كثير من هون النباتات اصلا جايين من تروبيكال فورست هونيك في كثير مي بس كثير المي مش ضروري تكون بالارض يعني بس هلا نحن لازم نخلي التربه تنشف بس هيدا الاسود السيمتومز اللي مثلا بتنشف من بعيد من ورا وهيك هو دليل على قله رطوبه على الورق تبعهم فشو لازم نعمل عاده نرش. مرة بالجمعتين مرة بالشهر يكون عندنا هيدا الريفلكس يكون عندنا مي ما تكون كلسية أكيد ونرش على الورق من فوق يعني هيدا كتير بتساعد يعني هو التبس يعني تبع الورق لما يصيروا هيك بناء أسود بيكون دليل على قلة رطوبة كيف منساعدها؟ منساعدها أنه نحن نرش على الورق كتير كمان بيتساعد أنه نفتح دائما هيدا الريفلكس ننسى أنه النباتات ما في شيء اسمه اندور بلانت النباتات ما خلوا ليكونوا بقلبيتنا هن مزبوط يعني هن عايشين لو بقلب بيتنا هن اصلا بالغابه لو عايشين تحت شجر ما في شيء كان بقلل الهواء فالهواء اساس للنبته حتى لشلشه اكثر من المي واو فهيدا الشغله كثير نحن بننساها يعني اوقات اذا ما في هواء بقلب شلوش النبته ما فيها حتى تتنفس فمشان هيك كمان خلطه التراب تبعنا لازم تكون مش انه شيء مثل بات امودلي عرفتي انه ما في مطر هلا قيمه الخلطه بتكون منيحه مثل ما قلت حتى نتفادى انه تكون بات امودلي بس بعد فتره مارك بنحس انه صارت هيك مكدوسة التربة 100% هيدا شغلة كتير مهمة شو لازم نعمل يعني إذا التراب بخوشها شيء أو أكيد بتساعد؟ هلا لما تصير مثل عم تقولي إجمالا بلبنان بتكون لأنه فيها تراب أحمر كتير أو تراب مثلا أرجلو تراب أسود وهيك فاللي بدنا نعمله هو أصلا الخلطة ما تكون بس من هول يعني خلطة التراب منيحة بده يكون فيها شوي قصص رملية لأنه الرمل كثير أساسية بدها تكون مزبوط ويكون فيها تور يعني يكون فيها الخلطة شيء بخلي ريتنسيون المي تكون منيحة يعني يخلي المي وشيء خلي المي تروح نفس الوقت ويكون فيها أوقات بالخلطة التراب بحطوا شوية بحص أو حتى هول بيد صغار اسمه بيرليت كل الهدف تبعه إنه دائما نخلي إنه ما يصير في أنت عم بتقول لنا مثل أنتاسمون يعني يقطع الهواء النكش اللي كمان حكيت عنه مهم يعني لازم يكون عندنا ريفلكس بالبويت لأنه النبتة كمان ما أنها معمولة لتعيش بالبو محصورة كمان. فأوقات لما بصير شلشة يضرب على الطرف تبرم لجوا وبصيروا شلوش يعني يزحموا بعضهم بس احنا عم ننكشها ما بنخاف على الشروش لا لازم نعرف يعني هيك شوي من فوق يعني نجرح مثل ما بيقولوا أو نشيل وقت من البو نخفف شوي من التراب نحط محله نرجع نردها بس نقدر نفوت عامل الأكسجين عليهم خاصة مثل ما كنا عم نشوف بالصورة لما يكونوا مزروعين ببويت يعني النباتات لما يكون مزروع ببو ما في يعني يكون بالزيت القوة يلي إذا نباتات مش مزرعة 100% نعم. فهيدا الشغلة كمان أساسية يعني لازم نعرفها رح ياخد كمان كان عنا سؤال في اتصال قبل يلا ألو بونجور تفضلي سوري عم بدي أسألك إذا ممكن الجاردينيا بتشحل جاردينيا بتشحل يلا الجاردينيا مثل الحامض مثل كثير من النباتات ما ضروري يعني بنعمل شيء بنسميه نحن تايدو فورماسيون يعني تشحيل لنظبط شوي شكلها مش منشحلها بقوه اوكي يعني ما بنفضيها يعني 100% ليه منشحل الجاردينيا اكيد ممكن منشحلها مثلا اذا كبرت كثير وصار في بطل في دواء بفوت بطريقه متناسبه سو منشحل لانه التشحيل هو عنده اذا بدك يعني افاده اثنين شغلتين او منشحل تيرجع ورق جديد وتتحمل مثلا في عندك بعض النباتات اذا ما شحلناها ما بتحمل مثل نعم. مثلا الاورتانسيا مثل حتى العريشه وهيك هيدا تشحيل مجبورين نعمله مثل التفاح وكل هولي تنرجع نقسم لانه بتعرفي النبته بدها تاخذ غذاء من الارض تنرجع نقسمها ما تكون مثلا من هون كثير كبيره من هون واطيه الغذاء يروح على كل النبته هيك هيدا التشحيل فيها نعملها بالجاردينيا ما في لزوم هالقد بنعمل لنفوت الهواء على النبته يعني مثلا اذا في مطرح صار عالي كثير مطرح ما عم يوصل له ضوء بنشحل فينا بس مش
تشحيل قوي ومنه يعني ضروري، واذا ما شحلنا ما بدري شو بيصير. فهلا فينا مش ضروري كل سنه كمان، يعني منه مثل النباتات التانيين يلي التشحيل كثير اكيد قوي فيهم. بعد عندنا شيء اسئله؟ انا عندي بعد سؤالين بس ما بعرف اذا عندنا وقت ناخذهم. في كان سؤال جانا، شو هن النباتات او تيزان فينا ناخذهم كرمال، على عكس عاده بيسالونا تنام، هالمره كمقوي تينشط 100%. شو هن النباتات او تيزان بنشطوا؟ هلا انا لانه انت معي بالحلقه حطيت هيدا الصوره، هلا لازم فرجينا اياها ترجع لك، لانه انا بعرف انت بتحب التينات فهيدا الشغله. هلا النباتات اجمالا يعني هن بيكونوا منشطين، مثلا في عندنا الرومارا، رح اقولهم بالسرعه يعني اكيد اكيد في الكافي والتي لان فيهم كافيين. يعني الرومارا اكيد هي واحدة من هيدا النباتات. بعدين عنا القرفة يلي كتير مهمة، وفي عنا كمان الأورتي أو القراس مسميها النتل، في عنا الإبيسكوس يلي الكركديه المعروفة، كركديه طيب الكركديه، وعنا الورد. ورد أو الورد لما تكون هيك، أو الروز هيبس مسميهم يعني. هول كمان بنشطوا إجمالاً، هول هن النباتات بنشطوا. مارك بدنا نذكر بمسابقة، مسابقة 100%. فلحد هلا صار وصلنا من 4 أشخاص، نحن عاملين مسابقة بالأوربن فارمينج، يعني الأشخاص يلي عايشين بالمدينة يلي عندهم بلكون أو على السطح أو جنان كثير صغيرة، ويزيدوا شوية خضار على خاصة حياتهم. خضرة يعني خاصة إذا عندهم زارعين حيالة شي خضرة، في الخضرة مش يعني فيها تكون حتى زعتر، فيها تكون أردشوكة، بندورة، بعدونس، كل هول يعني. يبعثوا لنا صور عن البلكون تبعهم أو عن الكاف أو حتى عن السطح، ونحن عم نضوي على هذا الموضوع، والسبت رح نعلن أول رابحين. خلينا نرجع نذكر شو الإفادة من وراء الأوربن فارمينج. هلا هي الفكرة إنه الكونسبت طلع إنه الناس يلي بالمدينة ما بيكون عندهم أكسي على خضرة وفاكهة قريبة عليهم. ضروري نحن نرجع نرد لهالاشخاص الخضره ياخذوها من مطرح قريب عليهم، يعني لانه هو كونسبت بيئي خلي، يعني اول شيء لازم نرد الخضار على المدينه، وفي اوقات تطلع بين البنايات مثلا شقفه بعدها صغيره ما حدا مستعملها للبلديه وهيك، كثير شقف 100%. هي الفكره انه يحطوهم بين بعضهم، مثلا البلديه تعطي هالارض لهم فيكم تزرعوا، يعني كل واحد يساهم من ميلته. مزبوط، بس الهدف الاساسي كمان بالاوربن فارمينج هو نحن حتى على البلكون تبعنا نزرع خضره، بس مش بس لنا كمان لنبيعه. هيدا الشغله اللي كثير دائما لازم نشدد عليها، انه انا اذا عندي هالافونتاج او بعرف ازرع لازم ازرع على البلكون على السطح. بينجحوا؟ بينجحوا اكيد، في كثير نباتات يعني. شو الاساس هون تنجح؟ التربه منيحه ونعرف نسقي، هي الاساس نسقى. يعني اذا التربه ناجحه ما في ولا مشكل. حتى بالاوربن فارمينج عم بيكون حل اوقات لمشاكل الزباله، لانه الاشخاص بالبنايه او البلديه عم بيطلبوا انه الزبادة العضوية تبعهم ينعمل لها كومبوست، والكومبوست جدا اساسي لا يستعمل يعني، فعنده فوائد بيئية، عنده فوائد حتى ايكونوميك لانه مجبورين يبيعوا، هيدي وحدة منهم يعني. فيها تساعد يعني ما رح يختنوا بس بتطلع مصاري، اوقات بتغطي الكلفة يمكن. مزبوط. وهلا في كثير طرق لتنعمل يعني، اكيد نحن عملنا حلقة شوي انا وياك ضوينا على الموضوع. سو نحن ناطرين صور المشاهدين، اذا عندكم هيك ارض صغيرة، بلكون، او حتى مثل ما قلنا فسحة بين البنايات ليش لا، ولكن اهم شيء تكونوا عم تزرعوا بالمدينة، بعثوا لنا صوركم، ونحن هالسبت رح نشارك هالصور معكم ونربح عن احلى، ما بدنا نقول مش احلى ولكن هيك بده يكون في شيء اوريجينال بالموضوع اكيد. السبت لكنا رح نعلن عن الرابحين ورح يربحوا قصص اللي عنا بالزراعه اكيد اكيد، مش هيك؟ كيف هيك بتساعدهم حتى نشجعهم اكثر يرجعوا يشتغلوا بكونسبت الاوربن فارمينج. رح ناخذ بريك، انا بعد شوي رح لاقيكم مع جاد بي واتس كوكينج. بعد شوي اليوم عاملين اوبن فيس ساندويتش على اللبناني.